يقول السائل: أنا شريك في معرض بيع سيارات، ما حكم شراء سيارة من هذا المعرض بالأقساط؟ هذا لا بأس، إذا اشتريت من شركائك نصيبهم بالسيارة، سيارة مشتركة بينك وبين غيرك، وشريت نصيبك، شريت نصيب زملائك شركائك وضممته مع نصيبك، صارت السيارة خالصة لك بدل ما هي مشتركة، هذا لا بأس به. نعم.